فأنت على خير، تبيت في المساء وتصبح في الصباح لأنك على منهج أهل السنة والجماعة. وهذه هي الفرقة الناجية، قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الناجية سميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة، لذلك سموا بالفرقة الناجية.